معاكم عمرو. النهارده فيديو هتكلم فيه عن احدث ضيف جديد في عيله اوبو اف 5، الاوبو الاف 5 ياس. اوبو الاف 5 ياس طبعا تم اطلاقه وهو احدث اصدار كده في عيله الاف 5. التليفون انا هتكلم على المواصفات بتاعته وعلى المميزات بتاعته. احدث ضيف في عيله اوبو اف 5، اوبو اف 5 ياس. ايه اللي بيميز التليفون ده او ايه اللي بيختلف عن الاصدارين اللي قبله، الاوبو الاف 5 6 رام والاوبو الاف 5 بس؟ طبعا التليفون ده نفس الشكل ونفس الديزاين ونفس كل حاجه، شاشه 6 انش كامله، مفيش حواف جانبيه خالص برضو زي الاصدارين اللي قبله. التليفون نفس الوزن، نفس كل حاجه، نفس السمك، نفس المسكه. التليفون الاختلاف بتاعه اللي بينه وبين اخواته اللي قبل كده، دي الاصدارات اللي معايا اللي جات لي برضو قبل كده، الاختلاف اللي بين الثلاث اصدارات حاجه بسيطه. التليفون دول الرام بتاعه 3، الروم بتاعه 32. التليفون الكاميرا الاماميه كانت في الاصدارين التانيين 20 ميجا بكسل، هنا الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0. الكاميرا الخلفية هناك كانت 16 ميجا بكسل، هنا 13 ميجا بكسل. تليفون بنفس المميزات، نفس بصمة الوش، في برضو نفس بصمة الوش، بيفتح بصمة الوش. فأنت لو عايز حاجة في الفئة السعرية اللي هي بتتراوح لغاية 4500 جنيه، التليفون ده هو احسن تليفون ممكن تجيبه في بصمة وش بالسعر ده. مش هتلاقي حاجة بالسعر ده خالص. ده حاجة طبعا طفرة رهيبة من شركة اوبو ان هي قدرت تخلي السوفت وير بتاعها في الموضوع ده. طبعا الكاميرا الامامية فيها برضو خاصية الذكاء الصناعي اللي هو احنا قلنا عليه قبل كده، اللي موجود، اللي بيقدر يتعرف على الوجه فيها وبيحدد العمر وبيحدد السن وبيحدد لون البشرة وبيديك افضل صورة من غير ما يديك البيوتيفاي يكون عالي فيها قوي، لا بيديك صورة مظبوطة فعلا كأنك واخدها بكاميرا بروفيشنال. التليفون مسكته جميلة في الايد زيه برضو زي اخواته اللي قبل كده. التليفون يعتبر طفرة من شركة اوبو فعلا، حاجة محترمة. الابعاد بتاعته محترمه جدا. طبعا كده انا معايا الثلاث الوان، الجولد والاسود والريد، 6 رام 4 رام 3 رام، الثلاث اصدارات معايا، اف 5 6 رام، اف 5 بس اللي هو ال 4 رام، اف 5 ياس او نسخه الشباب. كده دول الثلاث نسخ معايا من الاف 5. هتكلم عن المواصفات بتاعه الموبايل، دي طبعا هتبقى في الفيديو. هتكلم عن المواصفات بتاعه الموبايل. التليفون بيجي بمعالج ميديا تك 6763 تي، الرام بتاعه 3، الروم بتاعه 32، قلت الكاميرا الأمامية 16، الكاميرا الخلفية 13. التليفون في الفئة السعرية بتاعته مناسب جدا وجميل جدا. طبعا دي نسخة الاف 5 الياس يا جماعة. ايه اللي بيميز النسخة دي؟ النسخة دي بتيجي بمعالج ميديا تك 6763 تي، بطارية طبعا 3200 ملي امبير، التخزين بتاعها اللي هو الروم 32، الرام 3، نظام التشغيل طبعا كلر او اس، نظام التشغيل بتاعها كلر او اس 3.2 اللي هو احدث اصدار لواجهة مستخدم لشركة اوبو. طبعا بنوجا اندرويد نوجا 7.1. الالوان بتاعته بتيجي باللون الاسود والجولد. المستشعر الامامي للكاميرا بيجي 16 ميجا بكسل زي ما قلت لكم في النسخه دي، مش 20 زي النسختين الاثنين دول. المستشعر الخلفي 13 ميجا بكسل. الفلاش طبعا من نوع ليد. فتحه العدسه الاماميه قلت لكم f2.0، الخلفيه f2.2، فتحه عدسه واسعه وحلوه يعني.
طبعا جودة الكاميرا الخلفية بتيجي بجودة الترا اتش دي 13 ميجا بكسل بجودة الترا اتش دي، طبعا بيديك انقى صورة ممكن تاخدها وتشوفها. التفاصيل طبعا بتاعت الكاميرا الامامية بيديك اجمل سيلفي برضو ممكن تختاره او ممكن تتصور سيلفي بيه، السيلفي الامامي تحفة بيه. تحت العدسة اللي هي f2.0 قلت لكم دي بتبقى بتدي اضاءة اكتر عشان لما تيجي تاخد بيها سيلفي يبقى السيلفي بتاعك اوضح واجمل كتير. طبعا التصميم انسيابي جدا وجميل جدا زي التصميمين التانيين، ما بيختلفش عنهم اي حاجة، نفس التصميم، نفس الشاشة 6 انش، الرام 3 والمعالج ثماني النواة من ميديا تك، معالج محترم برضو ثبت وجوده. طبعا نوع بطاقة بياخد شريحتين نانو وبياخد معاهم ميموري كارد، بيدعم خاصية الجي بي اس والبلوتوث 4.2، الواي فاي 2.4 جيجا هرتز، بيدعم طبعا خاصية الاوتو جي وفي الاوبو شير، وما بيدعمش خاصية الان اف سي النقل السريع، خاصية النقل السريع. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وان تكونوا استفدتوا منه حاجة، واتمنى ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان هيكون في فيديوهات تانية كتير حلوة، ووعدكم فيديو قريب هيعجبكم جدا عن الساعة S3 جير، واشوفكم على خير ان شاء الله.